فالحمد لله فاليوم تكرمنا من واحد قطب من أقطاب الصحافة، ولكن لابد من الشرف الأول إلى رسالة الملكية اللي توصلنا بها، وهي الرسالة الثالثة في ظرف سنتين ونصف. إذن فريق رجاء رياضي تعتز بهذه الرسالة الملكية، هو تكريم بالنسبة له، ولكن في نفس الوقت هي مسؤولية جسيمة على جميع مكونات فريق رجاء رياضي، باش دائما فريق رجاء رياضي يبقى في الرياضة. من طبيعة الحال هذا الكأس ما كانش غتربح بدون المساندة المطلقة ديال الجماهير ديالنا الغفيرة والوفية في المغرب وخارج المغرب. من طبيعة الحال احنا تابعنا الأحداث من كوتونو وشنا الفرحة العارمة اللي كانت في ربوع المملكة، وهذا الشيء أعطانا واحد السعادة قصوى. فريق الرجاء الرياضي الآن عنده 8 كؤوس إفريقية، 3 تشامبيونز ليغ، 3 في الكونفدرالية، وجوج سوبر كوب. عندنا كأس عربية وكأس أفرو آسيوية، إذن 10 كؤوس في خزينة الفريق. هذا التاريخ وهذا الأرقام. هذه 10 كؤوس هي نسبة 50% من جميع الكؤوس اللي انتصروا فيهم الفرق المغربية. فلا بيبليوتيك ماروكان فيها 20 كأس، فريق الرجاء الرياضي عنده 10، هذا رقم مهم، هذه مفخرة لفريق الرجاء الرياضي. إذن فريق الرجاء الرياضي هو في الرياضة في الكؤوس الإفريقية وفي البطولة المغربية. إن شاء الله عندنا موعد قادم، موعد مهم يوم 21 غشت. هذا الموعد تتمثل في النهائي ديال كأس العرب. الجميع تعرف أن كأس العرب تلعب في الرباط يوم 21 غشت. الرمزية ديالها تتحمل اسم غالي وغالي جدا، ألا هو اسم جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. إن شاء الله غنديروا كل اللي في الجهد ديالنا باش ننتصروا بها. من طبيعة الحال القيمة المالية ديالها مهمة، تتعرفوا في ظل هذه الجائحة اللي تتعرفها العالم بإسره وكرة القدم خصوصا، فالقيمة المالية ديالها مهمة. إذن غتكون الفرحة فرحتين، غادي نوجهوا نحمروا وجه البلاد ديالنا والملك ديالنا والوطن ديالنا، ولا كان ممكن ناخذوا جائزة مالية مهمة باش يمكن لنا ترجع بالخير على خزينة فريق الرجاء الرياضي. بطبيعة الحال هي تكليف، ففي ظرف سنتين ونصف تتوصل تتأتي رسالة ملكية، فهذا مسؤولية كبيرة على جميع مكونات فريق الرجاء الرياضي. فريق الرجاء الرياضي هو بصدد تكوين شركة رياضية. فريق الرجاء الرياضي هو في ثورة هيكلية في جميع النواحي، من ناحية سيرية، من ناحية ماركتينغ، من ناحية ديجيتال، من جميع النواحي. إذن هذه الثورة اللي تنقوم بها داخل فريق الرجاء الرياضي هي الشعار الوحيد اللي احنا غادي في التقدم. فريق الرجاء الرياضي دائما كان هو الموديل في كرة القدم المغربية. إذن إن شاء الله أنا تنخبر الجماهير الرجاوية قريبا أن فريق الرجاء الرياضي غادي يفعل الشركة الرياضية وغندوزو أن نوتر بيزنس موديل باش يبقى دائما فريق الرجاء الرياضي رائد في كرة القدم المغربية، وكما تنقولوا في فرنسية il restera un étalon de mesure du football marocain.